السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيت بغيت نهضر لكم على مكمل غذائي اللي هو بروبيوتيك. هنا جبت لكم جوج ديال الانواع من هذا المكمل الغذائي، واحد الثمن ديالو مرتفع واحد الثمن ديالو ناقص. جبت بروبيوتيس والفلوركس، هاد الجوج هادو. الفلوركس داير 245 درهم وبروبيوتيس داير 38 درهم. غادي نقول لكم هاد جوج ديال الانواع وغادي نوري لكم كل واحد الصوره ديالو وغادي نعطيكم كل واحد لاش يمكننا نستعملوه وامتى يمكننا نستعملوه. اول حاجه قبل من انني نقول لكم اين هو اللي نستعملوه في هذه الحاله واين هو اللي يمكننا نستعملوه في هذه الحاله، غادي نجي نقول لكم بالنسبه للبروبيوتيك اشنا هو البروبيوتيك. بزاف رجعنا مؤخرا تسمعوا اي واحد عنده مشكل في الامعاء، سهال قاب يعني اي حاجه، تيجي يقول لك عطيني البروبيوتيك. البروبيوتيك خصنا نعرف، بعدا نعطيكم واحد المعلومه كيف انا عارفاهم كيف فاهمهم لكم بالدرجه باش يجيكم ساهلين، خاصه السيدات اللي في قلب بيوتهم اللي تيبغيو ياخذوا من عندنا ولا المعلومه استفدوا شويه ويثقفوا راسهم يعني شويه. دونك هاد البروبيوتيك هي واحد البروبيوتيك، بعدا ما عندهاش واحد الكلمه بالدارجه هكا سميتها، هي واحد البكتيريا نافعه تتواجد عندنا في الجسم ديالنا، تتواجد عندنا في المصران وفي المعده. هاد البكتيريا الوقت اللي تتكون عندنا بصحه جيده، يعني الوقت اللي تكون الصحه نتاعتها جيده، راه تيكون عندنا المصران والامعاء ديالنا وكل شيء تيكون بصحه جيده. الوقت اللي تتكون هي مريضه راه تيكون عندنا مشكل في الجهاز الهضمي ديالنا. من هاد المشاكل هادو يقدر يكون انتفاخات، يقدر يكون غازات، يقدر يكون قبض، يقدر يكون اسهال، يعني يقدر يكون اوجاع، يقدر يكون قولون العصبي، يعني بزاف ديال المشاكل اللي يكون عندنا من وراء الا كان عندنا مشكل في هاد البروبيوتيك. نجي هنايا نقول لكم اشنو اللي تيقضي لنا على هاد البكتيريا النافعه اللي عندنا في المصران ديالنا، اشنو الحوايج اللي تيقضي لنا عليهم، يعني الحوايج اللي تتهلكهم، الحوايج اللي تتقتلهم باش تيخلي لنا هاد المشاكل يبداو تيبانوا عندنا. اول حاجه وهي الماكولات السريعه، يعني الوجبات السريعه، الوجبات ديال الزنقه، عرفنا التغذيه غير سليمه هذيك اول حاجه اللي هي تقتل لنا هذيك، وهي سبب في جرثومه المعده بزاف ديال المشاكل الرئيسيه تكون عندها في الجهاز الهضمي، السبب ديالها وهي الماكلات ديال الزنقه الوجبات السريعه. ثاني حاجه وهو تناول الادويه بكثره وخاصه المضادات الحيويه الى طول فيهم الانسان. وهنايا غادي نجي نقول لكم ها امتى خصكم تاخذوا بروبيوتيس اللي هي هذه الصوره ديالو اللي غادي تشوفوا دابا، اللي هي بروبيوتيس وهذا. دونك بروبيوتيس غادي تاخذوه الا كنتو تاخذوا واحد لونتيبيوتيك. دونك خدينا واحد لونتيبيوتيك طولنا فيه تقريبا، عطانا الطبيب واحد سيمانه 15 يوم يعني طولنا فيه. ديك الوقت شفنا داك لونتيبيوتيك دانا اسهال دانا هذا، ديك الوقت تناخذوا واحد البروبيوتيس اللي نعاونوا به، تناخذوا حبه في الصباح حبه في الليل باش يساعدنا، اولا على حساب القرعه اللي عطانا الطبيب اولا القرعه اللي خدينا حنايا شحال مكتوب فيها ديال الاخذ ديالها، تما تناخذوه مع التريتمون ديالنا. هذيك الوقت هي اللي قلت لكم هذاك الرخيص اللي 39 درهم تيتخذ بروبيوتيس، تيتخذ بروبيوتيس هكا سميتو، ها هو الصوره ديالتو راه نحطها لكم. بروبيوتيس تيتخذ راه موجود في الصيدليات، يعني موجود تلقاوه في الصيدليات ديال 39 درهم ديال 10 ديال الحبات. دونك هنايا في الوقت اللي تناخذوا الناس اللي تيبقاو لي زونتيبيوتيك، لي زونتيبيوتيك راه فيهم يعني تناخذوا لونتيبيوتيك في الوقت اللي تعطيوه لنا الطبيب وبالمده الوقت اللي خصنا العلاج ديالها ونحبسوهم. ثاني حاجه يعني كاينين ادويه اخرين عديده الوقت اللي ما خطاك الناس اللي عندهم امراض مزمنه راه ما عندهم ما يديروا دوك الامراض المزمنه مساكنه، راه تيبقاو دوك الادويه تيدير لهم قبض تيدير لهم كذا، ولكن تيبدا تعطيهم الطبيب تيبقوا بيوتيز مع الوقت يبداو تيساعدوهم.
كذلك العسر ديال الهضم، الناس اللي تيكثروا في الماكله بزاف خاصه استهلاك اللحوم تياكلوا بزاف، هذيك الوقت راه تيهلكوا لنا دوك البكتيريا النافعه ديالنا. العسر ديال الهضم تتقتل لنا دوك البكتيريا النافعه اللي تتكون عندنا في الامعاء. دونك كيف قلت لكم يعني الحاجه باش نساعدوا راسنا هو اننا ناخذوا واحد المكمل غذائي كيف قلت لكم هذا بروبيوتيس اللي يساعدنا على حل هذا المشكل هذا ديال هذا البكتيريا هذا. الا كنا تناخذوا شي دواء او لا كلينا شي ماكله كثيره ودرتنا شي مشكل عند درتنا من بعد شي سهال او لا درتنا قبض او لا درتنا وجع او لا شي غازات او لا انتفاخات، ناخذ واحد البروبيوتيس لمده واحد 8 ايام او لا 10 ايام باش يساعدنا وديك الساعه نحبسوه. كذلك ولكن من غير المكمل الغذائي الا بغيتوا تاخذوا التغذيه الصحيه ديالنا، راعي الا عقلتوا التغذيه ديال جدودنا وديال عائلتنا قدام راه كانت كلها هي الياف، راه كانت كلها هي عفوا كانت كلها هي بروبيوتيك، كانت كلها هي بروبيوتيك، كانت كلها هي غنيه بلي بروبيوتيك. كنت واش عقلت على الخبيزه؟ كنتو تاكلوا الخبيزه اللي كنا كانوا تحطوا لنا جداتنا في الطبيصلات؟ هذيك راه كلها هي بروبيوتيك، راه كنا الشيفلور زيد بزاف ديال الخضاري لفت داك لفت هذا بزاف ديال الحوايج اللي فيهم دي بروبيوتيك اللي للاسف دابا ما بقيناش ناكلوهم بزاف. الخرشوف يعني بزاف ديال 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 الخضار اللي يعني بزاف ديال الخضار اللي غنيين لينا بزاف بالبروبيوتيك، يعني كاينين خضار غنيين بالبروبيوتيك ولكن للاسف دابا راه الخضره راه ما بقيناش عطينا حقها في الاكل في هذا الوقت هذا. كي كانوا ديك الساعه جداتنا وامواتنا كانت شليضات في الطبله والطاجين وكذا، كنا تلقاو الطاجين في الغدا والطاجين في العشاء، دابا ولاو الوجبات السريعه ولاو الوليدات تيضلوا في المدرسه تدي لهم دي ساندويتش وجبات سريعه، ما كاين ما احسن من الخضره كانت هي الاساس ديال دونك الخضره. راه الخضره الاكل الصحي راه هو الا خدينا التغذيه يعني خدينا الفيتامينات من الاساس ديالها احسن من المكملات الغذائيه. شنو مكمل؟ هذاك راه غير مكمل، اما التغذيه راه خصنا ناكلو خصنا ناكلو، اما داك راه غير مكمل بيكمل لينا، اما الا جينا للبروبيوتيك خصنا ناخذهم من 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 المصدر ديالها ونتجنبوا الحويجات اللي تيقتلوا لنا هاد البكتيريا النافعه في الذات ديالنا. نجيو الالفلوريكس اللي بغيت نهضر لكم عليه، راه اللي هو اللي غادي تشوفوا دابا الصوره ديالو. الفلوريكس عنده واحد الثمن ديالو تقريبا الثمن ديالو 245 درهم، ولكن اللي هو اشنو غادي نقول لكم بالنسبه للالفلوريك الصوره ديالته هي هذه اللي غادي تشوفوا دابا، هي هذه الصوره ديال الفلوريكس. بالنسبه لي جد فعال بالنسبه للانتفاخات ديال المصران، يعني الغازات الانتفاخات، الغازات الامساك والقولون العصبي. القولون العصبي راه جد فعال الناس اللي عندهم القولون العصبي، يعني فيه البروبيوتيك بواحد النسبه جد عاليه، تاخذوا حبه وحده لمده 18 شهر وغادي تبان لكم ان شاء الله النتيجه عليه لمده ديال شهر. المهم هو مكمل غذائي، دخلوا الفلوريكس ديروا جوجل كتبوا الفلوريكس يطلعوا لكم المعلومات عليه، ومكمل غذائي وليس بدواء، وعاونوا راسكم بالتغذيه الطبيعيه والتغذيه السليمه وشربوا الماء مزيان، يعني ثاني ما تعتمدوش شرب الماء مزيان بزاف 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 بزاف. واشنو غادي نقول لكم يعني غادي هادشي اللي غادي نقول لكم في لا فيديو كامل، غادي نخلي لكم صور ديال لي بروبيوتيك، ولكن هذا لا يعني على ان هادو الجوج اللي حطيت لكم راه هما بوحديتهم اللي كاينين، راه كاينين بزاف ديال لي بروبيوتيك، كاينين بروبيوتيك للاطفال كذلك، كاينين بروبيوتيك للرضع كذلك. يعني في الوقت اللي تنشوفوا واحد الرضع بعض المرات من وراء تريتمون تاع لونتيبيوتيك او من وراء تريتمون ديال هذا تيجينا ليه واحد الاسهال حاد او لا شي حاجه، تنعرفوه على ان هذاك لوليد راه دوك البكتيريا النافعه نتاعتو راه تكالت ليها خصو بروبيوتيك. دونك هادشي اللي غادي نقول لكم، تنظن انني عطيت معلومات كافيه على هذا الموضوع هذا. نتمنى حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، بغيتكم تخليوا لي اعجاب وتعليق
وتقولوا لي اشنو الموضوع اللي بغيتوني نجد لكم المره الجايه. تواصلوا معايا على الانستغرام نوال فارماسي كوزميتيك، اي ميساج بغيتو خليوه ليا. وما تنسوش اللايف ان شاء الله تنديرو مره في الاسبوع الساعه 9 مساء في الوقت فاش تنبغي ندير اللايف. رانا تنخلي ستوري في الانستغرام النهار فاش تنبغي نديرو، تنخلي ستوري في الانستغرام ماشي في اليوتيوب، تندير ستوري في الانستغرام. دونك كيف قلت لكم تنخلي ستوري ماشي في اليوتيوب، تنخلي ستوري في الانستغرام على انني غادي ندير اللايف وغادي نجاوب على التعليق ديالكم اكيد. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.